جانا لعندك ماجدالينا رومي، اهلا وسهلا فيكي. صباح اهلا فيكي، صباح الخير. كل شيء منيح؟ الحمد لله كله منيح. ضحكتي وقلتي لي يمكن اكثر من ثلث العالم بتعاني من هلا بعد الثوره والكورونا بركي زادت. هي يقول هي ستيل دو في، او انه هو في اكل بخلينا نشعر بنفخه المصران، او كيف؟ هي الاثنين، يعني متلازمه الكولون العصبي هي سندروم موجود عند نسبه كثير كبيره من العالم. هلا بتختلف قد ايه اذا بدك درجه السيمتوم تبولها، يعني يا انه كثير بتكون سيفير يا بتكون خفيفه حسب كل شخص. وهي بتتاثر كثير كمان بالوضع النفسي للشخص، الاجهاد النفسي بياثر كثير على هذا الموضوع. يعني كل اللبنانيين عندهم اياها من ما بعد الثوره لليوم. وماريات عم بيجيني كثير هلا حالات بهذا الموضوع، مش هيك حبيت اليوم احكي فيه لانه زايد الحالات كثير. هلا الاكل له تغذيه لها دور كثير مهم بهيدا الموضوع. شو الأكل يلي بيزيد نفخة المصران ولازم نبتعد عنه وقتها تكون عنا إياها؟ هلأ الكولون العصبي شو العوارض تبعوله؟ منحس أول شي سبازم قوي بالأمعاء، منحس نفخة، أوقات بيصير معنا إسهال، أوقات بيصير معنا إمساك، يعني بيصير في alternation بالاثنين. كمان أوقات ألم بالبطن، يعني وفي ناس بيصير الألم كتير قوي عندهم، هون مفروض أكيد يراجعوا طبيب مختص، طبيب مختص بالموضوع. هلا بالنسبه لكيف انه نحن فينا نريح حالنا، في طرق، في اكلات معينه وطرق معينه بالاكل لازم نتبعها. الاكل يلي بيزيد نفخه المصران هن الشيء اللي بنسميه gas forming foods، الاكل يلي بسبب الغازات. لعند نسبه من العالم الحليب ممكن يعمل لهم زياده هذا الموضوع، خليه يبتعدوا عنه اذا بده. كل انواع الحليب معقول يضيق؟ لا، مش الحليب اللي عم نحكي البقر العادي. اذا كان حليب almond ما في مشكله، حليب رايس ميلك ما في مشكله. اذا حليب دون لاكتوز ما اجمالا ما لازم، ما بحسوا بشيء. مضبوط. هلا بالنسبه لكل شيء لحوم ودواجن وغيره ما في مشكله، بس الا اذا كانوا مقليين. اذا كانوا مقليين هون بيصير في اضطراب زياده بالامعاء، يعني ننتبه الاكل بيكون اجمالا قليل الدسم هو احسن لهالموضوع. هلا كمان الحبوب يلي هي بتجي نمبر 1 بالنفخه، هو اللي ما معه نفخه الحبوب بتنفخه مزبوط. يعني فكيف اللي بيعاني اصلا من مشاكل فعلا. وبتعرفي ماريات الشيء الغريب انه كمان بالحبوب في انواع حبوب ممكن تضايقك، انواع حبوب يمكن ما بيكون عندها نفس الاثر يلي عنده كمان مشكله المصران. بشكل عام الحبوب كلها كثير بتضايق. هلا في عند بعض من العالم يمكن العدس بيزبط معهم اكثر، بيمروا اكثر من غير الشيء. هلا فاصوليا، القلوب، فاصوليا، حمص، هيدي بشكل كبير بتعمل نفخه. مزبوط. هلا بالنسبه للخضار بدنا ننتبه انه نبعد عن الملفوف، الارنبيط، البصل الني، الثوم الني. هلا بالطبخ ما في مشكله، ما في مشكله. البروكولي كل شيء ممكن يعمل لنا نفخه. هلا في ناس عن ناس اللوبيا ممكن تضايقه، الناس لا، لازم نحن نعرف جسمنا شو اللي بيناسبنا، شو اللي ما بيضايقنا، لانه اوريدي نحن اكلين هيدا الاكل من مزبوط. قبل. بس في ناس البرغل بتضايقهم. هلا كمان في شغله، اعتبري عم ناكل خضره الثانيه كمان كترتها بتعمل كتير نفخة، يعني إذا شخص عامل نفخة ومتضايق منها أفضل يخفف الخضرة النية. يعني مرة بنهار نعمل سلات صغيرة، مرة تانية تكون يا سوب خضرة يا مثلا خضرة مطبوخة أو يعني ستين. خلينا نقول ناكل الخضرة النية مرة بنهار. طيب وبالنسبة للفواكه؟ الفواكه إجمالا كمان بكترة الفواكه تعملنا نفخه. اجمالا المفروض كمان تتاكل بكميات صغيره ويعني قليله. ماجدالينا، عاده الناس اللي بيهتم كثير واللي بيتابع اخصائي التغذيه بيعرف انه في وجبات، يعني صبح وسناك ما بين الترويق او الغداء، وسناك ما بين الغداء والعشاء فهول اللي معه نفخه يعني بيناسبه يكمل على هذا السيستم او لا لازم يخفف اكله؟ سؤال كثير مهم، وفعلا هي احسن انه واحد يقسم اكله بالنهار. يعني كل ما يكون وجبات صغيره ومتعدده لنفخه المصران احسن 100 مره من ما تكون يعني وجبه واحده او وجبتين، وجبه او وجبتين كبار. لانه اذا قطعتي وجبه، يعني اذا انت ما اكلتي وضليتك فتره طويله ما عم تاكلي، اللي بيصير بتزيد كثير النفخه. بيجوا بيقولوا لي اوقات انه انا مثلا ما تغديت وحسيت حالي نفخت،
بقول لهم لانه انتم ما اكلتوا شيء بتزيد موضوع النفقه، يعني لازم ينتبهوا له. لازم ينتبهوا كمان على المشروبات الغازيه، كمان لانه بتعمل نفخه زياده، كمان شو بيعمل نفخه وتتعلك كثير بتدخلي هواء اكثر بينفخ المصران يعني أكتر. في قصص عن جد تفاصيل هي كثير صغيره بس الناس ما بتنتبه لها، بس هي عم بتاثر على كل شيء بجسمهم يعني. صح، فتصوري العلكه ما كنت عارفه انه بتعمل هيدا الشيء. صح، يعني لك الارجيله كمان وقت تشرقي ويفوت ما بفوت غاز كمان، يعني بفوت هواء، وتتفوتي هواء اكثر كمان بيصير في نفخه اكثر، يعني ننتبه على هذا الموضوع. ماجدالينا النفخه قد ايه بدها لتروح؟ يعني اي متى الواحد ممكن يرتاح؟ كيف انت عم بتديريها؟ يعني أوكي. انت كيف عم بتديري الجهاد النفسي اللي عندك؟ لانه ما هي 80% اعصاب متعلقه بالاجهاد أوكي. النفسي والستريس والتوتر، يعني بتزيد على هالعوامل هلا. وكمان اذا نحن عندنا اضطراب بالامعاء بيصير يأثر على نفسيتنا وعلى مزاجنا بشكل سيء جدا. صحيح. يعني بتعرفي وقتها تكوني معدتك مش مرتاحة بتكوني مزعوجة. مزبوط، بتكوني مزعوجة. كرمال هيك السبار مهم، حتى استرخاء الجسم كتير مهم. يعني أي نوع يمكن من فيون يمشوا فيون أو المشي أو يعني الحركة. أي شيء بيرخي الجسم هو كتير مهم بهيدا. طيب إذا بدنا نحكي ماجدالينا عن الأكل يلي مننصح فيه، يعني شو هي البدائل؟ لأنه أعطيناهم قصص نعمل يعملوا عليها إكس كتير، فشو البدائل يلي أوكي. فيهم؟ كمان هول اللي حكيت عنهم نعمل عليهم إكس هي بس فترة الإزعاج. صحيح صحيح. يعني هول مش معناتها لازم يوقفوهم كل حياتهم. بين هلالين كمان كترة البندورة والخيار بتعمل نفخة، سو ننتبه كمان على الكمية. هون بدنا ننتبه إنه مثلا حسينا حالنا مزعوجين، بدنا ننتبه مثلا على فترة يمكن جمعة أو جمعتين حسب قد ايه الحالة، يعني قد ايه بتكفي، وبعدين نبلش ندخل من هول الأكلات يلي إجمالا بعدنا عنهم شوي شوي بكمية. بيتعود الجسم ماجدالينا، بيرجع برجلج الجسم مع الأكل لما يفوت عليه. مزبوط. شوي شوي إذا كان بيزعجه من قبل. مزبوط، يعني فيك تكوني شغلة عم بتضايقك هلأ عم بتضايقك فيها، بعدين ما تكون عم بتضايقك حسب أنت أو شيء كيف قديش ريحتي مصرانك ومعدتك هالفترة، انتظمتي بالدايت تبعولي، كان الدايت تبعولي قليل الدسم، مرتاحة عم تعملي سبار، ما هو كله بيجي مع بعضه، ما هي مالتي برسبكتيف، منه هو باكج، هو باكج، هو منه شغلة واحدة. وقلنا الستريس قد ايه بيأثر، يعني إذا نحن كمان عم نعمل سبار، عم نرخي جسمنا، عم نجرب قد ما فينا نهتم بهالموضوع كمان رح نرتاح. يعني إذا أنت كنت عم تاكلي اليوم شيء يمكن بيعمل لك نفخة، يمكن إذا أنت كنت مسافرة عم تاكلي زيت الشيء ما بيأثر، لأنك مبسوطة ما يأثر فيك هالقد. أوكي. بدنا ننتبه، يعني نراقب، نسمع لجسمنا أكثر. أوكي. وعلى أساسها نقدر نعمل التغييرات اللازمة. أوكي. ماجدالينا شكرا كثير لإلك ولوجودك معنا. ميرسي كثير ماريا. وبننصح الكل فإذا يعتمدوا يعتمدوا طريقه عيش معينه، خلينا صح. نقول يعني احنا حكينا عن الاكل بس في طريقه عيش معينه لازم انهم يعتمدوها. بس كنت سالتك شو هي الماكولات يلي بنخليهم بفتره نفخه المصران يعتمدوا عليها؟ كل شيء ثاني، يعني مثلا اذا ما هو اذا عم بيعانوا من الكونستيبيشن بده يزيدوا الفايبر باكله، كل شيء بده يكون قمحه كامله اتسترا. اذا كان عندهم اسهال بدنا ننتبه، ما هو لانه بتمرق بكذا حاله فيها حسب شو الوضع، ساعتها هون بننصحهم بالرجيم المناسب. طيب ماجدالينا امتى بتشوفي انه ما بقى فيك تعملي شيء هون، لازم يصير في تدخل طبي؟ اكيد وقتها تكون العوارض حاده، يعني عم نحكي اسهال حاد، كونستيبيشن ضلت فتره طويله، الم زايد مش محمول بالبطن، ضروري، لانه اوقات بيكون في التهاب بالمصران او بيكون في بكتيريا، اوقات في الاليكوباكتير هي بتعمل نفخه بالبطن. أوكي. وبتعمل كمان رفلو زياده، هون ضروري تتعالج بانتيبيوتيك ونروح عند طبيب مختص، ونسبة كتير كبيرة من العالم عندها هالبكتيريا بجسمها وهي بتعمل قرحة. ضروري انه ننتبه كمان انه نروح عند طبيب وقتها منحس انه الحالة صارت شوي متقدمة. وكمان لازم بروبايوتكس بالأكل، بروبايوتكس كتير مهم بهالموضوع لأنه بيعطينا البكتيريا الجيدة لصحة أمعاء أحسن. يعني اللبن أو السبلمنتس البروبايوتكس الحبوب خلينا نقول. أوكي. ماجدالينا مين بينصاب أكثر بنفخة المصران، الرجل أم المرأة؟ إجمالا المرأة أكثر. الضعف يعني الدوب إجمالا عن الرجال ممكن يتعرضوا النسوان، لأنه كمان في الفاكتور هرمونال أو الهرمونات بتلعب دور هون. وما بين كبار وصغار من اي عمر ببلشوا يحسوا؟ هو اجمالا بلشت
تكبر مع العمر، وخاصة إذا في عندك هيستوري بالعائلة، يعني إذا في بالعائلة كمان عندك مشاكل مسران ومعدة، إجمالا بتبلشي تشوفيها من أوقات من عمر صغير، أوقات تين إيج، أوقات أصغر ببلشوا هالعوارض وبتصير تكبر مع العمر. مشان هيك هون لازم نديرها بطريقة الغذاء وطريقة اللايف ستايل تبعونا. كنا عم نحكي قبل ما نختم ماجدالينا عن الحليب، قلت انه حليب البقر لازم يبعدوا عنه. لا بالاشخاص واشخاص، لا ايه بس طبعا للاشخاص اللي عندهم نفخه. مزبوط. طيب شو بخصوص التي، يعني الانواع الشاي المختلفه؟ التي كثير منيح اجمالا، واحسن تي بالعالم هو الشاي الابيض. الشاي الابيض بيحتوي 10 مرات انتي اوكسيدنتس، مضادات اكسده، اكثر من الشاي الاخضر. بس هيدا ما لازم نغلي، لازم نغلي الماء ونحطه انفيوجن. اوكي، هيدا شيء كثير منيح. بعدين هلا الشاي وقت يكون عندنا وقت يكون عندنا امساك ننتبه ما نكتر شاي. هيدا بشكل عام. ماجدالينا رومي شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وبنشوفك بحلقات جايه. الله يرضى.